نروح مع حضراتكم لدار الأوبرا المصرية، واللي بدأت فعاليات الموسم الجديد من نادي السينما، وتم عرض فيلم راستا على المسرح الصغير. خلينا نشوف مع حضراتكم ده من خلال التقرير، ونرجع بعد كده نكمل الكلام. الفيلم ده احنا حاولنا نعمل حاجه مختلفه، حاجه جديده، حاجه مختلفه عن الحاجات الشخصيه اللي انا عملتها قبل كده في اعمالي. وكنا محظوظين جدا ان احنا عندنا كاست كويس جدا ورا الكاميرا قدام الكاميرا، ومحظوظ بالبرودكشن شركه الجذور، ومحظوظ بيسري، محظوظ باستاذ حميده تاني عمل، واستاذ الفيشاوي، استاذ امير مصري، واستاذ عايشه، وكل الناس اللي كانت معاه. والله لما جالنا الورق، طبعا بحكم سنين قضيناها في المهنه، بقى عندنا القدره نحس ان الحقدوته دي والقصه دي متميزه، ممكن يطلع منها عمل يعجب الناس بشكل فني. تحمسنا للتجربه، اتاخرنا شويه، وطبعا تجربه شاب هو استاذ معتز فتيحه، دي التجربه الثانيه ليه سينمائيا، فتحمسنا للتجربه جدا، وكان قررنا من اول يوم ان احنا نعملها على اعلى مستوى، ويكون اللي بيعملوها نجوم الصف الاول في السينما المصريه. وده استغرق وقت ومجهود وفلوس، بس في الاخر طلعت النتيجه زي ما حضرتك شفت. هو الفكره اللي عجبني في الموضوع اكتر حاجه الحاله اللي فيه، فالحاله هي اللي بتخليني احب الموضوع، مش يعني القصه جميله وكل حاجه، بس انا اللي شدني اكتر الحاله اللي موجوده في الزمان والمكان. يعني برجع في الزمان في الخمسينات اسكندريه مع البنت الطليانيه، مع التفاصيل دي كامله. اوكي، في نفس الوقت التركيبه بتاعت الممثلين كلهم، وفي كيمياء ما بينهم، و يعني هي حاله شعوريه، يعني لو اعرف اتكلم عنها ما كنتش عملتها صوره.